المهاجم بيبقى دورك الدفاعية مش زي ما بتلعب بجناح، فبالتالي بيبقى كل مجهودك بتوفره بتبقى انت رقم 9 بتوفره انت والجون، فبتظهر بشكل اكتر. لكن الجناح بيبقى ساعات يعني واجباتك الدفاعية اكتر، فممكن تأثر شوية في الهجومية. لكن انا ما اختلفتش يعني هنا او هنا عادي. طبعا ليا شرف ان انا الناس تقول انت مثلا شبه عمرو زكي او كده، ده شرف ليا طبعا. كابتن عمرو زكي انت عارف يعني، بس مش شبه حد ان شاء الله يعني، هتشوف اختلاف كتير ان شاء الله. هو في ناس بتقول شبه طريقة لعب عمرو زكي شوية يعني، فبميل لده شوية برضه، بس باختلاف شوية حاجات كده. بحب محمد زيدان جدا طبعا يعني، هو يعتبر سبب من الأسباب خليتني إن أنا أحب الكورة. طبعا كنت بتفرج على منتخب مصر أيام أمم أفريقيا، و يعني بقى من أكتر الأسباب اللي خلتني أحب الكورة محمد زيدان بصراحة. بحب لعب لوكاكو كده بقى، بحس كده إن هو ما بيقفش على حد. أنا كنت بلعب في سواج عندنا، ما كنتش باخد فلوس أصلا، كنت بلعب كده. وأول مرتب عملته في دجلة هنا كان 50,000 جنيه في السنة تقريبا كده. حاليا وكان مصطفى محمد قبل ما يحترف، والدور الثاني كده مش عارف، بس انا مش متابع كتير، اللي انا يعني بركز في الفرقه بتاعتي، بركز في ماتشات بتاعتنا احنا، ف مش بركز في اي ماتشات تاني. كنت بحضر ماتشات اتفرج على ماتشات الهبوط اكتر من ماتشات القمه، عشان كان الموضوع صعب بالنسبه لنا. زي ما انت كنت شايف الموقف كان صعب قوي، ف الواحد ما كانش في دماغي يركز في الماتشات اللي كلها يعني. موقف كان صعب طبعا، موقف انت بتنافس على الهبوط اصعب من انت بتنافس على الدوري يعني. موقف انت ما تعرفش، بتستنى الماتشات كلها، بتستنى الماتش ده يخلص كام كام، الماتش ده يخلص كام كام، النتيجه في صالحك او مش في صالحك. بتنزل الماتش انت مش مركز غير في ان انت تكسب، ده بيسبب ضغوط كتير للعيبه، خاصه ان في لعيبه كتير كانت بتلعب معانا يعني. في ناس ليها اكتر من سنه في الموضوع ده، وفي ناس اول مره تمر بالظروف دي. فموضوع صعب يعني، مش زي ما الناس متخيله اللي هو ناس هتهبط وخلاص لا، الماتشات كانت صعبه صعبه، بس الاداره كانت مساندانا والجهاز الفني كان مساندنا، وحصل يعني ضربات كتير عندنا، مدربين اتغيروا ومدربين جم ومدربين اتغيروا تاني، فالموضوع ما كانش مساعد يعني. لكن قدر الله ما شاء فعل، اكيد لحظه صعبه صعبه طبعا.